قيادة المركبة مسؤولية، لكنها قد تصبح مخاطرة إذا لم يتم الالتزام بتدابير وإجراءات السلامة. إن عدم اتباع القوانين المرورية من قبل مستخدمي الطرق يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. موضوع اليوم موضوع مهم جدا جدا، وهو حوادث الطرق. وهذا الصراحة من أولويات أعتقد شركة نفط الكويت من رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتندبين، أن عندنا هاجس كبير بالنسبة حق الحوادث. وبمقارنة بسيطة بين الحوادث الصناعية وحوادث الطرق، بصراحة خاصة السنة اللي طافت أو السنتين اللي طافوا، حوادث الطرق أعلى أعلى كثير من نسبة الحوادث الصناعية. بسم الله الرحمن الرحيم. كما رأيتم في الفيديو، فإن حوادث الطرقات قد تؤدي إلى إصابات وفقدان للحياة، سواء لموظفي شركة نفط الكويت أو العاملين مع المقاولين. وكجزء من مبادرة شركة نفط الكويت لخفض هذه الحوادث، تم بذل جهود عديدة لتقليص عددها وتحسين السلوكيات أثناء القيادة. تولي شركة نفط الكويت اهتماما كبيرا بسلامة الحركة المرورية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى مناطق الحقول والمرافق التابعة لها. وتواجه هذه الجهود العديد من التحديات، لعل أهمها السلوكيات الخاطئة لبعض قائدي المركبات. على مدار العام تنفذ الشركة العديد من الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى توعية العاملين لديها ولدى المقاولين بأهمية الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لضمان سلامتهم على الطرق، كما تتعدى ذلك لتصل بأنشطتها التوعوية إلى أفراد المجتمع، فتنظم المعارض والمحاضرات في المدارس والأماكن العامة، سعيا منها لزيادة وعي الجمهور وخاصة الشباب بأهمية هذه القضية. إضافة إلى ذلك، تم تحسين كافة طرقات شركة نفط الكويت التي تؤدي إلى المنشآت، والتي شهدت بدورها أعمال توسعة كبيرة. تم أيضا وضع اللافتات التحذيرية الضرورية وتلك التي تحدد السرعة القصوى، وذلك من أجل تنبيه السائقين ورفع مستوى الوعي بحدود السرعة وغيرها من إجراءات السلامة أثناء القيادة. تم وضع كاميرات متحركة وثابتة في مختلف المواقع للحد من مخالفات السرعة على طرقات الشركة. استخدم جهاز مراقبة السرعة لتحديد سرعة السائقين وخفض نسبة الحوادث. تم تركيب جهاز مراقبة السرعة في مركبات شركة نفط الكويت والمقاولين على حد سواء. تم تركيب جهاز مراقبة السرعة في مركبات الموظفين، وكذلك في مركبات نقل العاملين لدى المقاولين، من أجل ضبط حدود السرعة واتباع القواعد المرورية. قامت شركة نفط الكويت بإعداد وتطبيق سياسة عامة للقيادة متوافقة مع متطلبات قواعد الصحة والسلامة والبيئة، وذلك بهدف فرض ممارسة القيادة الآمنة لموظفي الشركة والعاملين لدى المقاولين. بالتنسيق مع وزارة الداخلية، قامت الشركة بتركيب نظام كاميرات نقطة لنقطة على طرقات الشركة من أجل ضبط السرعة وخفض المخالفات وحوادث الطرق. وفي إطار الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية ومساهمتها إزاء المجتمع، وبطلب من وزارة الداخلية، قامت الشركة بتركيب نظام كاميرات من نقطة لنقطة على طريق النويصيب، وذلك بهدف الحد من الحوادث الخطيرة والمحافظة على الأرواح. بدأ التعاون بين شركة نفط الكويت ووزارة الداخلية، عندما تقدمت الشركة بطلب المساهمة في توفير كاميرات لضبط السرعة وحدود السرعة داخل الطرق اللي تابعة للشركة. في سنة 2006
قدمت بهذا الطلب لوكيل وزارة الداخلية في وقتها، ووافق مشكورا على التعاون من أجل رفع مستوى السلامة المرورية لموظفين شركة النفط داخل حدود قطاع النفط. بالتعاون مع وزارة الداخلية قامت الشركة بإنشاء وتركيب نظام كاميرات نقطة لنقطة داخل منطقة عمليات الشركة من أجل تغيير سلوكيات السائقين وجعلهم يلتزمون بحدود السرعة. فودي من الجميع اتباع الروت سيفتي ريجوليشن وتطبيق اللوائح على الموظفين وتشجيع القيادة الآمنة، لأن نبيكم ترجعون إلى بيوتكم وعيالكم سالمين إن شاء الله بإذن الله. وشكرا.